الديسباسيتو ده عبارة عن كيكة وكريم شانتيه ونص شوكولاتة ونوتيلا. وهنبتدي دلوقتي نعمل مع حضراتكم. هنبتدي نجيب الكيكة الأول، والمقادير دلوقتي هتنزل معانا على الشاشة. هنبتدي نقطع الكيك. هنبتدي نحط الكيك دلوقتي جوه العلبة، ونجهز واحدة تانية كمان مرة تانية، وهنبتدي نضرب مع بعض. هنبتدي نضرب مع بعض دلوقتي الكريم شانتيه. المقادير بتاعت الكريم شانتيه تبقى عبارة عن ايه بقى؟ كوباية من الكريمة، حط كوباية من الكريمة وعليها كوباية من اللبن. هنضربهم مع بعض دلوقتي. طبعا احنا كنا ضايفين سكر على الكريمه. وهنبتدي دلوقتي نحط نضيف. تمام، انا كنت ضايف عليه معلقه سكر واحده بس، فهنضيف عليه معلقتين صغيرين من السكر، ونبتدي نضربه مع بعض تاني. لحد ما الكريمة معانا تتماسك، يعني لازم الكريمة تتماسك معانا زي ما احنا شايفين كده. وهنبتدي مع بعض كيس الشيف. طبعا احنا بنجيب كيس شيف او كيس حلواني. وبنحط فيها الكريمة عشان تبقى الطريقة سهلة وبسيطة. بنبتدي نعبي الكريمة. زي ما انتوا شايفين كده معايا الكريمه لازم تبقى متماسكه كده، ما تبقاش سايبه زي الميه، عشان حتى لو بعد كده بنعمل مثلا تورته بنزين بيها بتبقى ماسكه معانا ومتماسكه وشكلها زي ما انتوا شايفين كده.
كده. الو استاذ مدحت، اتفضل. ايوه يا حبيب قلبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله تسلم ايديك، والله ينور عليك يا حبيبي، والله الله ينور الله عليك. الله يخليك، الله يخليك، نورتنا في البرنامج وصوتك نورنا. وكل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. وانت بالصحه والسلامه يا رب، وعيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه ان شاء الله. الله يخليك. والنبي، المره اللي فاتت انا حضرت معاك ال فانوس فوانيس الشوكولاته. رمضان، المره اللي فاتت فوانيس رمضان وشوكولاته وبتاع، وحضرت كان في كنافه بالمانجا. تمام. عايز من النبي تطلع مرة تانية، يعني حلوة وجميلة، بس كنا عايزين نعملها والله. تحت امر حضرتك، تحت امر حضرتك، احنا هننزل لك المقادير بتاعتها وان شاء الله تنول اعجابك باذن الله. شاكرين جدا، وايه راي وشكرا حضرتك لك في ايه راي حضرتك في على البرنامج؟ البرنامج. بتقول يا غالي، بقول لحضرتك ايه راي حضرتك في البرنامج؟ والله ناس محترمين وبيجيبوا الناس الطيبين اللي زيكم، لأن ناس محترمين وناس طيبين والله يا سيدي. الله يخليك، الله يخليك، وان شاء الله تابع معانا الديسباسيتو كده، وباذن الله كده هيعجبك تسلم ان شاء ايديك الله. والله، تسلم ايديك والله، ربنا يخليك كده ونورتنا. تسلم ايديك والله، ينور ويحسن من ايديك يا حبيبي. الله يخليك، الله يخليك. بس لما اشوف بتاعت المانجا، الكنافه بالمانجا، الله يخليك. حاضر، عينيا عينيا، حضرتك شكرا من عشاق المانجا شكرا، زينا كده. الله يبارك لك يا حبيبي، الله يبارك لك. الله يخليك. وايه راي حضرتك في البرامج عامه في القناه عندنا؟ حلوة والله، والله انا متابع كمان البتاع الطبيه، وفي ناس كويسين جدا 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 عندكم في البرنامج ده والله. ربنا يخليك، شرفتنا انا ونورتنا. ناجحه يعني. الله يخليك، الله يخليك. طب عند حضرتك اي مثلا معلومه او حاجه احنا نضيفها في البرامج، سواء البرامج الاكل او برامج البرامج التانيه؟ اقدر اقوله، انا الله ينور عليكم، وحياه جميله وناس مؤدبين، وان شاء الله هيبقى لكم مستقبل جميل جدا والله. الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. طيبين عليها كمان. الله يخليك، ربنا يجعل عيد سعيد عليكم يا رب وعلى المسلمين سلام اجمعين. سلام لي يا حبيبي، سلام لي يا حبيبي، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، وبرنامج جميل وحلو بصراحه. الله الله يخليك، شرفتنا باتصالك، شرفتنا باتصالك. دي سايح نوتيلا، طلع بقى حط نوتيلا هنا. احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين بنبتدي بقى ايه، نحط، حطينا الاول طبقه من الكيك، وبعدين طبقه من الكريمه، وبعدين نحط تاني ايه فوق الطبقه تانيه كريمه تاني. وعلى فكره برضو احنا عاملين فكره جديده الحمد لله، يعني انا عامل فكره جديده بفضل الله، اللي احنا ممكن نعمل العيديه بتاعت العيد، العيدية بتاعت العيد جوه قلب من الشوكولاتة، جوه قلب الشوكولاتة ديت عبارة عن شوكولاتة كلها شوكولاتة بيضة، والبوكس الصغير دوت بيتحط فيه العيدية من جوه، وبيتقفل وبتقدم عيدية مثلا لأي حد، لخطيبتك، لمراتك، لحبيبتك، بتقدم بشكل لطيف للأم طبعا، أجمل شيء في الدنيا. ودوت برضو عاملين حاجة كده لذيذة للأطفال، قلب برضو بشوكولاتة بيضة وبينور كده، وقلب كده بينور كده. طبعا الشوكولاتة البيضة بتدي ضي جميل وبتدي أنوار جميلة، وبتبقى شكلها لذيذ جدا للأطفال، بيحبوها جدا. وطبعا أنا هقول لكم طبعا دلوقتي الطريقة بتاعت البوكس الشوكولاتة برضو بيتعمل ازاي عشان نعمله في البيت. حاجات بسيطة ورخيصة وفي متناول الجميع، واحنا بنبتدي نعملها في البيت كده عشان طبعا الحاجات اللي في البيت بتتعمل بتبقى أنظف وأحسن، بنبقى عارفين الناس اللي ايديهم نظيفة ايديهم مش نظيفة، بيشتغلوا ما بيشتغلوش، لكن احنا اللي بنعملها في البيت بتبقى حاجة لطيفة جدا، وحاجة طبعا احنا واثقين من نظافتها.